نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. دعا النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن لاستذكار بطولات وتضحيات العراقيين في ملحمة الوطن ضد داعش الإرهابي، مؤكدا أن شجعان الغيارة في مختلف صنوف القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وقفوا صفا واحدا لحماية سيادة العراق وكرامة شعبه، وهو وسام شرف يزين صدور جميع المؤمنين بالقيم الإنسانية الحقيقية. وقال الدكتور أبو مازن أن الأهل في صلاح الدين تسابقوا لاقتلاع جذور الإرهابيين الغرباء عن تقاليدهم ومتانة نسيجهم الاجتماعي، مؤكدا أن الصفحة الثانية المهمة في اقتلاع جذور الإرهابيين تمثلت بخيار المصالحة المجتمعية الذي حقق نجاحات هي الأخرى استثنائية في مضامينها الوطنية، مشددا على أن الدم الطاهر الذي اختلط بتراب الوطن رسم خارطة وطنية جديدة اختفى منها النزوح والثأر العشائري، لتنطلق رحلة المستقبل على قاعدة من الوئام الوطني الذي نفتخر به في صلاح الدين.